أتمنى اللقاء هذا يصل إلى المسؤولين. أنا اشتغلت الشغلة هذه علشان أصرف على البنت هذه، نزعت الخوف من قلبي كله عشان أصرف على البنت هذه، لأن البنت هذه أمانة في رقبتي. ما لنا قوت إلا الضمان الاجتماعي والشغلة هذه. في الطائف مدينة الورود، اختار الشقاء غادي العصيمي ذات 11 ربيعا ووالدته همزين الحليس ليبسط ذراعيه ويحط الرحال بكل أثقاله حتى نزع الخوف من قلوبهم وأجبرهم على مقارعة الثعابين بحثا عن لقمة العيش بعد أن ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. اشتغلت تحسين العيش صراحة، لأني ما عندي غير ضمان اجتماعي وما لقيت وظيفة، دورت وظيفة دورت ما لقيت. اشتغلت في البرج صح، اشتغلت في البرج سنتين بس ما ارتحت له، كنت مزوجة طلقت طلقت أنا بنتي، ما في حد يصرف علي، فاضطريت إني اشتغل. اشتغلت في البرج، اشتغلت أول شيء المستوصف، بعدين جت اشتغلت في البرج، جيت للأهل أبو سيف الله ينور يعطيني العافية، والله ساعدني وقف جنبي. وجيت أنا والله كنت أخاف من اللعبة، ولعبة مو ثعبان، اللعبة اللي سيف ثعبان كنت أخاف لما نشوف عشرة. الحمد لله هم شجعني أبو سيف، شجعوني إن شاء الله إن الزملاء اللي هم الله يسلمهم على كيف حطوا على الثعبان وحطوا علي على المغارس، قال شوفي امسكي عادي ما يسوي شيء. الحمد لله فالأخير صرت والله أنا أشجع الناس، بالعكس يقولون في ضرة وشكية مغيدة اللي يعني تقويتي واشتغلتي، وهذه شغلة شريفة يعني ما الواحد بدل ما يمد يدي يشتغل أي شغلة. إيش مجال عملك تحديدا عشان يحدد للناس؟ التصوير. تصوير يعني؟ تصوير مع التعب. أنت سنة كم الآن؟ والمتوسط كم عمرك؟ 12 رابع ابتدائي، كان أول تعبان تمسكي، مين اللي شجعك؟ أمك. إيش قالت لك تحديدا؟ تذكر هذه اللحظة حكينا عنها. والله ما أذكر. طيب أنت الآن ما تخافي من الثعابين؟ كم ثعبان في يوم يعني ممكن تمسكيه وتتصوري معه؟ يعني يمكن 2-3. زميلاتك في المدرسة ما يسألوك عن حياتك مع الثعابين، كيف يتعاملوا معاكي؟ لا. ما عندي سكن، الحين أنا كنت ساكنة عند رحيمي الله يجزاه بالخير، فتح لي بيته وأعطاني مكتب في السطوح. سكنت فيه وبعدين في الأخير محتاجة، لما احتاجة رحت أنا طلعت أنا وبنتي ندور بيت، ما لقيت بيت لحد الآن. ساكنين في شقة مفروشة، واخذين غرفة شقة مفروشة، لحد الآن أبحث عن سكن. فأنا قدمت على الملك، قدمت سكن ووافق على السكن وجاء على الديوان، أخذت من الديوان وديت الأسكار، عندي الورقة هنا، أعطوني رقم الملك، أعطاني رقم الملف، عندي رقم الملف، مثل ما فتح الموقع حقنا تجيبني. فلحد الآن كل ما راجعهم، يمكن لي دحين 4 سنوات، كل ما راجعهم يقولون ما فتح الموقع، ما فتح الموقع. وجاء الأمر من الملك، ما لقيت مأوى، من خرجت ما لقيت مأوى. والله يجزاها بالخير أختي وزوجها ولد أختي موسو، هم اللي فتحوا لي البيت صراحة. تمام. هم اللي فتحوا لي البيت، رغم إن في يعني من أخوانهم اثنين، واحدة من البنات عارضة قالوا لا ما تعطونا عندنا مرحب ما أدري إيه، وأنه سووا مشاكل معايا بس رحيمي رفض، قال رحيمتي ما تخرج، حتى لما جاء أبو غيدة قال تخرج آدمية هذه من عندك، الرفض قال رحيمتي ما تخرج، ما عندي ولا حد يخرجها، تعيش عندي هي وبنتها، ولحد الآن رافض مخلي الغرفة حقتي مقفلة، لي حد الآن رافض إن الغرفة حقتي حد ياخذها التصوير. طيب أول شيء اشتغلت مستوصف. مستوصف؟ إي. تمام. في الاستقبال. بعدين اشتغلت في البرج. إيوه. قعدت في البرج، سمعت إن عند أبو سيف هنا تصوير. قالت لي واحدة، جت لي قالت لي والله إيش هي حق الثعابين طالب مصور. قلت أنا ما عندي خلفية عن التصوير. قالت روحي يمكن سبحان الله تقدرين بعدين تمشي معاهم، تقدرين
لما جيت هنا ما عندي خلفيه صراحه على التصوير، مره ما عندي خلفيه. وقال لي مع الثعابين ليش سبت، والله لا خبر عن الثعابين، بس لما جيت تشجعتها. زينة الأم التي كانت بالأمس مثالا للحنان ثارت ثائرتها بعدما ألم بها من فقر، جالت الشوارع بحثا عن منزل يسترها مع ابنتها، وكان الملاذ الأخير صداقة الأفاعي والحيات. أصبحنا لا يعرفنا من نعومة هذه الحياة إلا نعومة جلد الثعابين وحث الناس على أخذ الصور التذكارية معها، وكأنهن يعيشن في زمن غير زمننا، فالعالم بالنسبة إليهن صغير بحجم جحر الثعابين التي أصبحت مصدر الرزق الوحيد.